برأيك عندها فرص نجاح؟ أنا تقديري يمكن هالوثيقة إذا اكتملت وفقا لما عم ينشر عنا وعم يكتب عنا ستكون يعني كتير مهمة، إذا مزبوط بدها تتحول من وثيقة مسيحية إلى وثيقة وطنية، وفقا لبعض المعلومات اللي أوردها اليوم زميلنا الأستاذ غسان سعود، وأنت سبق يمكن كنت من أوائل من كتب، لأنه بلشت ورشة بكركي أنها لقاء للمسيحيين، حسب المعلومات اللي عم تنشر اليوم أنه لا ممكن تتحول لوثيقة وطنية مثل تجارب، لا حتى انا اول ما كتبت الفاتيكان قديما من خلال الارشاد الرسولي، ومثل المجمع الماروني اللي انعمل قبل عده سنوات وطلع وثيقه وطنيه كثير مهمه، ممكن لا تزال وثيقه مرجعيه حول بناء لبنان والدوله. وانا حتى لاني مواكب بس حتى اول ما كتبنا نحن كتبنا، انا كتبت انه هي وثيقه، وحتى وبالجديد انه وثيقه مسيحيه وطنيه، صحيح، بس واضح انه تتحول الى وطنيه، في تباين بوجهات النظر بين الافرقاء، لكن حتى الان حسب ما عم بينقال انه بكركي تريدها ان تذهب الى وثيقه تقدر تخاطب الطرف القوى يعني، مش انه تكون وثيقه للتحدي، صح، او من اجل ايجاد قوه في مواجهه قوه بس البنود اللي أنا فيها بعد اعطيك بس البنود اللي فيها مهم كثير، ايه اعطينا شيء مهم وجاوبني على البنود اللي فيها، لانه فيها تطبيق القرارات الدوليه، على رأسها عدم ادخال لبنان بالصراعات الدول الاخرى، هي يعني هول اشكاليتين، لكن انا بدي اقول لك في جزء كبير من هذه الوثيقه أنا عم تابع ما يجري داخل البيئة الشيعية، ما يجري سواء من قبل مجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أو داخل حزب الله أو بعض أوساط حركة أو بعض القوى الشيعية المستقلة، بعض الجو السني، وإن كان الوضع السني اليوم يمكن مش ما فيها الحيوية مثل سابقا، في نفس الهواجس الموجودة عند بكركي هي موجودة عند حزب الله، موجودة عند مجلس الإسلامي الشيعي، مجلس الإسلامي الشيعي كان عم بيسعى قبل فترة لعقد قمة روحية إسلامية مسيحية، للأسف بعض المرجعيات ما تجاوبت معه. ما بدي احكي اسماء حتى ما نفوت بالمشكل، لكن في ما صارت رغم الشغل اللي انشغل كثير، نحن بحاجه الى هذا التلاقي مع طبعا وثيقه بكركي، يمكن يكون في نقطه او نقطتين خلافيتين، انا بقول لك حسب معرفتي، وانا شاركت بخمس ورش عملتهم بكركي، اربع ورش بكركي مباشره غير اللقاءات اللي صارت ببكركي، اهم نقطتين اشكاليتين الان اللي هن الحياد وسلاح حزب الله، هم نقطتين اللي ممكن يعمل اشكال، ولكن كل النقاط الثانيه بناء الدوله ومواجهه النازحين السوريين باعاده ترتيب وضع السلطه بالمترمين، كل ما حدا بيختلف عليهم، نفس الشيء عند الشيعة ونفس الشيء عند السنه ونفس الشيء عند الدروز، يعني في اليوم هواجسنا واحده، لكن في خلاف على نقطتين، نقطه الحياد ونقطه السلاح. انا برايي نقطه الحياد حتى بالنقاش اللي صار مع الاوساط المقرب من بكركي تبين، ومش انا حكيت هالكلام، شخصيات قانونيه مهمه وشخصيات لها علاقه بالدوله، شخصيات موضوع الحياد من الصعب يتطبق بلبنان، لانه الحياد بده استفتاء، بده موافقه دوليه، وبده موافقه الدول المحيطه بالبلد، نحن امامنا اسرائيل من ناحيه وسوريا من ناحيه، مره اعتمدنا كلمه ثانيه التحييد، تحييد لبنان عن الصراعات بالمنطقه، بس مش عن الصراع مع العدو الاسرائيلي، العدو الاسرائيلي هو عدو يعني بنيوي تجاه لبنان. النقطة الثانية موضوع السلاح، أكثر فكرة عملانية وطرحت مع بعض الأصدقاء أنه يا أخي تعالوا نوصل لفكرة استراتيجية دفاعية، أول شيء أنه هذا السلاح يكون بخدمة لبنان ولا يتدخل بالشأن الداخلي، وهيدي شغلة بتخدم لبنان، وأنا تقديري هون نقطتين في مجال إذا بيصير حوار جدي ووطني، مش بس بكركي، كل القوى، أنا تقديري هواجس اللبنانيين اليوم هي هواجس مشتركة، مش هواجس مسيحية لحال وهواجس سنية لحال وشيعية ودرزية، نحن جميعا مهجوسون بمستقبل هذا البلد، أي دور للبنان، بناء الدولة بلبنان، بس تعملي هالشيء أنا برأيي بنقدر نعالج كل المشاكل، لذلك أنا أتمنى، لما عندي هلا شو الصيغة النهائية، أن تكون وثيقة بكركي هي وثيقة وطنية تفتح الباب أمام حوار مع بقية الطوائف، وليس أن تقفل الباب أو أن تتحول إلى متراس يستغله بعض المتطرفين من أجل رمي التهم على الآخرين. هاي هي النقطة المهمة، أن تكون جسر حوار، وهذا هو دور بكركي التاريخي، دور بكركي التاريخي هو الدور الوطني، مش دور مسيحي بالمعنى الطائفي أو المحدود يعني، وهذه هي رؤية الفاتيكان للدور المسيحي. الفاتيكان ليش إجا البابا على لبنان
وعمل الإرشاد الرسولي، مش من أنه لبنان بده يحافظ على قيمة لبنان. وأنا مؤمن مش بس كل القيادات الدينية خصوصا الشيعية بالذات، مع احترامي لكل القيادات، نفس هذا الإيمان بلبنان موجود عندها، أن لبنان وطن لكل اللبنانيين. نعم. من يومين، من الجمعة الماضي، أنا كنت شاركت بورشتين. شو عملت؟ جبت نص من وثيقة حزب الله تعيد 2009، أن لبنان وطن الأباء والأجداد ونريده قويا وذلك. بس ما قلت له منين جبتوا هذا النص، موجود بالوثيقة 2009، قريته بلقاءين حواري. قلت له هذا النص لمين؟ للبطرك الراعي أو للبطرك صفير أو للدكتور فارس سعيد أو للدكتور جعجع؟ ما حدا عرف أنه هذا لحزب الله، لأنه اللغة اللي حاكي فيها حزب الله بالوثيقة هي نفس اللغة اللي عم يحكوها اليوم. طيب عاد إذا حزب الله عم يحكي هاللغة، مثل ما أنت حضرتك عم تقول كتلة الوفاء عم تحكي عن المصلحة الوطنية اللبنانية، تعالوا. لا أنا عم بسألك أنه هل تقديري هل اليوم البند المتعلق برئاسة الجمهورية اللي قالته البيان الأخير اللي عم بيعبر عن جو